السلام عليكم طلاب. هذا الفيديو الجزء الثاني تكملة المحاضرة الثامنة اللي هي الثالثة بالكورس الثاني، اللي هي بالجزء الأول شرحنا شنو السيكوينشيال لوجيك سيركت وشنو فرقها عن الكومبينيشيال لوجيك سيركت، وشرحنا شنو الفليب فلوب، شنو اللات، شنو وظيفتهن، وقلنا يستخدم للخزن ويظل المذكرات الحاله السابقه وبها ميموري، وشرحنا اللات وتفاصيله وانواعها. محاضره اليوم راح نشرح الفليب فلوب، ايضا راح نتكلم بانواعه وتفاصيله وشلون احول من فليب فلوب الى ثاني مثل ما شرحنا بمحاضره اللات. الفليب فلوب ايش يقول؟ دي يقول هو عبارة عن إديتش تريجر ديفايز، يعني شنو؟ طبعا الإديتش هي حافة، تريجر ديفايز يعني تشغيل الجهاز، يعني هي حافة الأثر أو حافة تشغيل الجهاز. معناته شنو؟ إنه هذا الجهاز اللي عندي، قلنا عندي كلوك، هاي وين هالكلوك؟ الفليب فلوب ما يشتغل أما في صعود الكلوك أو في نزولها. فشي يصحوله رايزنج ايديتش او فولنج ايديتش. طبعا الرايزنج ايديتش هذا بالصعود هو البوزيتيف، وهذا بالنزول اللي هو النيجاتيف. يعني من نال هنا، خلينا نقول اذا هو بالصعود من نال هنا الكيو راح تتغير حسب تغير الانبوت، لكن هاي الفتره من نال هنا اي تغيير ما راح يصير بالكيو حتى لو تغير الانبوت، ويظل يطلع اخر قيمه محتفظ بها. تمام؟ شلون هناك كان انيبل، بس الفرق هنا لا كلوك. الكلوك يختلف عن الانيبل، الانيبل انت تتحكم بيه طفيت شغله، لا الفليب فلوب لا، الكلوك هاي مرتبطه ويا المايكرو بروسيسر، وهي يعني منطلقه ويا المايكرو بروسيسر وتشتغل بالمايكرو بروسيسر. تمام؟ هذا طبعا هذا البوزيتيف اذا تشوفوه، هذا هنا خلينا نقول دايناميك انبوت، هنا هاي اكو هاي بابل، هاي اللي هي النيجاتيف ايديتش تريجر والى اخره. طبعا هذا هنا ايضا ايش يقول؟ يقول الفليب فلوب يقول ما طول هي اكتيف الاوتبوت راح ريسبونس للانبوت، بس اذا هي مو اكتيف ماكو تشينج، يظل يطلع لك اخر قيمه كان محتفظ بيها. تمام؟ زين، بانواع بي اس ار اللي هو سيت ريسيت، وبي دي قلنا دي اللي هو جاي من الاس والار، وبي جي كي، وبي تي توجل. طبعا التي منين جاي؟ هم جاي من كومباين الجي والكي. طبعا راح ناخذ ذني الاربع انواع، بعد ذني الاربع انواع ايش راح ناخذ منها؟ راح ناخذ منهن التروث تيبل مالتهن والشكل مالتهن، وايضا شلون اطلع الاوتبوت لكيو والكيو داش بالضبط حال اللاتش. تمام؟ فهسه راح نجي على النوع الاول اللي هو ايش مكتوب عليه؟ اس ار فليب فلوب، اس ار فليب فلوب هذا الشكل مالته. تمام؟ بقى طبعا بالمناسبه شلون هناك عندي الاس ار، عندي مو قلنا بي بوزيتيف ونيجاتيف، هناك كذلك نفس الشيء، هذا البوزيتيف هذا النيجاتيف. باع من الكلوك، مو اكتيف، يعني خلينا نفرض هو هذا ما طول بوزيتيف يشتغل في صعود الكلوك، والفترة هاي وهاي وهاي مو شغال. فايش دي يقول؟ دي يقول بهاي الفترة، زين ماكو تغيير، ايش عندي بالانبوت يطلع بالاوتبوت، ماكو تغيير. اوكي زين، انا هسه اذا عندي اي منا لهنا هذا الصعود، هنا في حالة الصفر صفر، هنا ماكو تشينج، يظل يطلع الحالة القديمة. زين، في حالة الصفر واحد والكلوك هي بالصعود، في حالة صفر واحد ايش راح يصير؟ راح يصير ريسيت. في حالة الواحد صفر هنا راح يطلع لي واحد صفر اللي هي ست،
وفي حالة الواحد واحد حالة حالة تروث تيبل القديم اللي هو انفاليد، يعني ماكو هيج قيمة، انفاليد ماكو هيج قيمة. الانفاليد يعني شنو؟ يعني راح يطلع آخر قيمة ظل محتفظ بيها. زين، وإذا هو دا يشتغل بالنزول، هنا دا تشوفه دا يشتغل بالنزول، نفس الشيء نفس هذا التروث تيبل، بس راح يصير يعني شلون نقول بالصفر واحد ايش راح يصير؟ راح يصير ريسيت، وبالواحد صفر راح يصير سيت، وهنا انفاليد، وهنا بالصفر صفر راح يصير نو تشينج. ها ها، كل فيما يتعلق الاس ار فليب فلو. زين، هسه احنا مثل ما اخذنا باللاتش، مو قلنا عندنا هواي امثله، طبعا هي هاي تكمل لديك المحاضره، فانا ايضا اكو هواي امثله. باعوا هذا اكزامبل، هذا اكزامبل ايش يقول؟ دا يقول طلع لي الكيو، احسب لي الكيو، ومنطيك هاي الكلوك، ومنطيك هذا الاس، ومنطيك هذا الار. زين، هسه احنا هذا هاي الكلوك اللي عندنا هاي يشتغل بالصعود لو بالنزول لو شنو؟ هاي الكلوك اللي عندنا تشتغل بالصعود لو بالنزول لو شنو؟ هاي الكلوك اللي عندنا تشتغل بالصعود. ليش؟ لان ماكو هنا هاي دائره، ماكو هنا هاي البابل، فهذا بوزيتيف، يعني بالرايزنج ايدج، يعني في صعود السيجنال، هاي في صعود، تمام. زين، هسه احنا خلينا نجي با هاي الكلوك، وهذا الاس، وهذا الار. هذا قلنا وين راح يشتغل؟ راح يشتغل هنا بالصعود، هنا باقي الفترات اللي هي هاي وهاي وهاي ما يشتغل، يعني مو ما يشتغل بها، وانما يظل محتفظ بالحاله القديمه. شنو هي الحاله القديمه؟ يظل محتفظ بها. زين، هسه خلينا نجي هاي منا بدايه السيجنال. طبعا هنا الحاله القديمه مالته هي صفر. زين، صعدت الكلوك، هاي دا تشوف صعدت الكلوك. زين، ايش قد قيمه الاس؟ صفر. ايش قد قيمة الار؟ صفر. بس صفر صفر بالتروث تيبل ايش مكتوب؟ مكتوب نو تشينج، فهي حالتها القديمة صفر وظلت صفر. زين، باعوا خلال هاي الفترة منا لهنا، لو ايش قد ما يتغير انذن، هاي ما يتغير، هذا يظل الحالة القديمة. ليش؟ لأنه هو يشتغل بس بالصعود. هسه اجانا صعود ثاني، اثناء الصعود الثاني ايش قد قيمة الاس؟ صفر. وايش قد قيمة الار؟ واحد. زين، بالصفر واحد الكيو ايش بيه؟ الكيو راح يصير ريسيت، فهذا ظل صفر. زين، خلال الفترة منا لهنا هذا ابد ما يتغير. ليش؟ لان ما عندي كلوك على مود تشغله، فلو ايش قد ما يتغير الانبوت، الاوتبوت ما يتغير، فهاي صارت هيج. زين، اجينا للصعود الثالث، هذا ايش قد قيمته؟ قيمته واحد، هذا قيمته صفر. بالواحد صفر حسب التروث تيبل ايش راح يصير؟ راح يصير سيت، فصعد صار واحد. خلال هاي الفتره لو هنا ايش قد ما يتغير، هذا ما راح يتغير، راح يظل واحد، وهكذا. هاي هيك نحل الكلوك مال من؟ مال الكيو، تمام. هذا ايضا مثال ثاني، بس باعوا هذا المثال الثاني، هذا المثال الثاني منطيك كلوك، ومنطيك اس، ومنطيك ار. وش قايل لك؟ قايل لك هنا يشتغل بالنزول وهنا يشتغل بالصعود، فطلع لي كيو اي وهنا طلع لي كيو بي، علما انه الكيو اي يشتغل بهذا بالنزول، والكيو بي لا يشتغل عكسه بالصعود. هذا وين الحل؟ قدامكم تشوفوا، لطيف كله قدامكم وموجود وهكذا، تمام. هسه نجي على النوع الاخر من انواع الفليب فلوب اللي هو الدي فليب فلوب. احنا مثل ما قلنا الدي فليب فلوب هو منين جاي؟
جاي من كومباين الاس والار سويه، فهذا شيء يصير 2 اوتبوت 2 اوتبوت 1 انبوت 2 اوتبوت 1 انبوت. وهمين يشتغل اما في صعود الكلوك، هاي دا تشوفوا هذا هاي هنا مسوي لكم اياها محوطها، هاي صعود الكلوك او هاي وينها اللي هي نزول الكلوك، تمام. هاي اما في صعود الكلوك او في نزول الكلوك، تمام. هذا قلنا من يشتغل يعني من عند كلوك، ايش موجود بالانبوت يطلع بالاوتبوت، ايش موجود بالدي واحد يطلع واحد، صفر يطلع صفر، هاي هنا واحد يطلع واحد، من صفر يطلع صفر، هاي تمام. هذا شنو؟ هذا الدي، هذا التروف تيبل نفسه هو الفوق. فايش دي يقول؟ دي يقول الكيو نفس الدي فولو الدي، يعني ايش موجود بالدي يطلع بالكيو من الكلوك مالتي تكون اكتف. اذا كانت صعود فبالصعود، واذا كانت نزول بالنزول. اذا الكلوك مو اكتف الكيو يظل محتفظ باخر قيمه كان بيها. فهنا بعد تشوفون هذا المثال، لو تشوف هذا المثال، هذا المثال بالصعود، هاي وين صعود 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 بالصعود بالصعود واحد، الاوتبوت مالتي ظل واحد. هنا لو ايش قد ما يتغير ما طول، هنا ماكو تشينج، هاي زين. هنا انا هسه اجاني صعود، الدي هي نزول، فهنا راح يظل نزول. صعود هنا هذا صاعد صاعد، وهكذا نازل نازل، ويا كل اكتب وهكذا، تمام طلاب. هذا مثال ثاني على الدي، همين دي يقول لكم طلعوا لي الدي شنيه، ومنطيك الانيشيالي. يعني هنا انا شو انطيك؟ اعطيك الكلوك وانطيك الدي وانطيك الانيشيال وطلع لي الكيو. هناك ايش كنت اطلع باللاتش؟ ايش كنت اعطيك؟ كنت اعطيك الانيبل والانبوت. هنا لا، هنا الانيبل مالتي ما عندي انيبل، هنا عندي كلوك والانبوت، وانطيك الانيشيال وطلع لي الكلوك. هذا مثال وهذا مثال ثاني، تمام. هسه راح ننتقل على نوع مهم جدا من انواع الفليب فلوب اللي هو يصيح له الجي كي، جي كي فليب فلو. هذا كلش 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 نوع مهم، كلش نوع مهم، وابلكيشناته كلش هواي. طبعا هن بالمناسبه اكثر استخداما اللي هن الجي كي والاسعار. هسه نجي على الجي كي. بده يقول الجي كي هو سيميلر للاسعار، يعني هو نفس الاسعار همين. في حالة الصفر صفر no change، في حالة الصفر واحد يطلع لي reset، في حالة الواحد صفر يطلع لي set. الفرق وين؟ الفرق هناك بحالة الواحد واحد، مو كان يطلع لي invalid. invalid يعني شنو قصده؟ قصده ماكو هيج قيمة، invalid ما يصير هيج قيمة، ما عندي واحد واحد بالأسعار. هنا بالجي كي دي يقول لا عادي خلك يجيني واحد واحد. الواحد واحد بالجي كي معناته توغل، معناته شنو؟ اعكس لي الحالة السابقة. يعني إذا الحالة السابقة كانت صفر راح يسويها واحد، وإذا كانت واحد راح يسويها صفر. هاي كل اللي راح نسويه بالجي كي. فلذلك الجي كي هذا شكله، هذا التروث تيبل مالته، هذا الجي كي، وهاي الكلوك اذا كان بالصعود او اذا كان بالنزول عادي يعني ما يأثر عندنا، تمام. هذا الكيو، هذا الكيو داش، الكيو داش اللي هو عكس الكيو. هنا بالصفر صفر نو تشينج، بالصفر واحد صفر واحد، بالواحد صفر واحد صفر، بالواحد واحد توغل. توغل معناته شنو؟ عكس الحالة السابقة. هنا مو نو تشينج، هنا عكس الحالة السابقة، تمام. نجي نشوف هذا المثال اللي عندنا جواه. طبعا بالمناسبه هاي الامثله على مود تطلع الكيو، صدقني ما راح تقدر تطلع الكيو اذا ما حافظ التروث تيبل مال كل فليب فلوب او مال كل لاتش، ما تقدر، تمام. فهنا انا ايش عندي؟ هنا عندي الكلوك، هنا عندي الجي، هنا عندي الكي، هنا عندي هذا الكلوك اللي اريده. وده يقول انيشيالي اعتبره هو صفر، هاي انيشال، زين. يشتغل هذا بالصعود، فهنا هنا 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 الى اخره، زين. من الجي كي صفر صفر نو تشينج، زين، واحد واحد
الواحد واحد توغل، يعني اعكس لي الحالة السابقة فصار واحد. زين هسه هنا صعود، هنا شنيه؟ صفر واحد. بس صفر واحد هذا ايش راح يصير؟ راح يصير ريسيت. بالواحد واحد سيت، بالواحد واحد العفو، بالواحد صفر. هنا طبعا بالمناسبة واحد صفر، بالواحد صفر سيت، بالواحد صفر سيت، بالواحد واحد توغل يعني اعكس لي الحالة السابقة. زين بالصفر واحد ريسيت، يبقى صفر. تمام، نرجع وننوه طلاب، هاي النقطة لازم تنتبهون عليها، لازم تنتبهون عليها. هذا انبوت، هذا اوتبوت، هذا كلوك. اثناء الكلوك اذا هي بالرايزنج ايدج، الاوتبوت يتغير حسب تغير الانبوت. خلال هاي الفترة وهاي الفترة وهاي الفترة الاوتبوت ما يتغير ابد حتى لو تغير الانبوت. والدليل احنا شلون نشوفه هنا باعوا هنا الانبوت ده يتغير، يعني باع هنا الانبوت ده يتغير، كان صفر صار واحد، كان واحد صار صفر، بس هنا الكيو ما تغيرت. ليش؟ لان تتغير، لان الكلوك مو اكتف، الا تصير الكلوك اكتف يلا هاي تتغير. فدائما يظل يطلع لي اخر قيمة كان يظل محتفظ بيها. تمام زين، هاي امثلة اخرى. هنا باع هنا بالنزول، ما طول اكو بطل بالنزول، يعني نفس الحالة السابقة بس بالنزول. هذا مثال ايضا بالنزول، هذا مثال، هاي كلها امثلة تحلوها تقوون روحكم بيها. زين التي فليب فلوب منين جاي؟ باع احنا مو قلنا عندنا اس وار، قلنا ذني ربطناهن صار دي، وقلنا الدي هو انبوت واحد، وهذا نفس الشيء. هنا مو عندي جي كي، الجي والكي من اربطهم سوي يطلع لي تي، تي فليب فلوب، تي تي فليب فلوب. هذا التي فليب فلوب اللي هو توغل، بمعنى هذا التي فليب فلوب شنو التروث تيبل مالته؟ نرجع للملزمه على مود تشوفون التروث تيبل مالته. توغل فليب فلوب ايش يقول؟ دا يقول منين جاي؟ جاي من كومباين الجي والكي سويه، من جي والكي راح يطلع لي هيك. هذا التروث تيبل مالته. خلنا نفرض بالصعود يشتغل، اذا صفر هنا نو تشينج، الكيو مالتي نو تشينج، يعني يظل محتفظ باخر قيمه. اذا واحد راح يصير توغلت، يعني كومبلمنت، يعني الواحد يصير صفر والصفر يصير واحد. تمام، هسه عندنا موضوع اسمه اكسايتيشن تيبل، اللي هي جاي من كلمة excited، يعني اللي هي إثارة، جدول الإثارة. باعوا هذا جدول الإثارة، هذا حيل 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 مهم تحفظوه على الغير. هذا وين باعوا؟ عندي truth table مال flip flop، وعندي excitation table مال flip flop، هذا يختلف عن هذا. الflip flop هذا واحد، هذا truth table واحد. الاكسايتيشن تيبل هذا يصحوا له جدول الإثارة، يعني يتوقع ايش راح يطلع لي بالحالة السابقة، بالحالة الحالية والحالة السابقة. الفليب فلوب لا، الحالة الحالية والحالة السابقة، لا هذا الحالة الحالية والحالة القادمة، يعني بالفيوتشر دي يتنبأ لي. تمام، طبعا هنا سويت لكم صفحة، هاي سمري، يعني شنو سمري؟ ملخص، ملخص، خلينا نصغرها اكثر. هاي ملخص الى كل انواع الفليب فلوبات. باع هذا الاسم مالته، النيم، هذا الاسم، هذا الشكل سامبل مالته، هذا التروث تيبل، الكارستريستيك تيبل، هاي المعادلات مالته، يعني التبسيط هاي شلون طلعت، وهذا الاكسايتيشن تيبل او جدول الاثارة. زين جدول التوقع، هذا اني باع خصم الحكي. شايفين هاي الصفحة؟ هاي الصفحة هاي تحفظوها على الغير، هاي راح تظل مستمرة وياكم من هنا الى مرحلة رابعة تحفظها على الغير.
او اذا كملت يعني دراسات عليا وغيرها وغيرها، هاي الصفحه ايضا راح تضل وياكم. هاي السمري مال كل الفليب فلوبات، الاسم والرمز والتروث تيبل مالته ومعادلاته والاكسايتيشن تيبل. وممكن يعني يجيك سؤال اقول لك انه 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 اذكر لي التروث تيبل، يعني سوي لي التروث تيبل والكلوزات والاكسايتيشن تيبل والى اخره، ترسم لي هاي كلها. زين، شنو فائده هذا الاكسايتد او الاكسايتيشن تيبل؟ شوفوا، يجيكم اسئله كالاتي، اقول لك عندك اس ار فليب فلو، طلع لي من الاس ار جي كي، يعني صمم لي جي كي باستخدام الاس ار، او صمم لي جي كي باستخدام الدي او باستخدام التي، او صمم لي تي باستخدام دي باستخدام التي، او بالعكس، او صمم لي اس ار باستخدام الجي كي، او بالعكس اس ار باستخدام الدي، او اس ار باستخدام التي، وهكذا. ها شوفوا طلاب، كل واحد يسوي لي هوم وورك، يعني انتم اختاروا بكيفكم. طلع لي مثلا جي كي باستخدام الاس ار، طلع لي دي باستخدام تي، وهكذا. طبعا هسه راح اعلمكم الطريقه شلون راح تطلعون، تمام؟ مثلا خلنا ناخذ مثال كالاتي، اقول لك طلع لي جي كي باستخدام الاس ار. زين، طلع لي جي كي باستخدام الاس ار. زين، اجي طبعا هاي ثابته. طبعا هنا شنو؟ ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي جي، وهنا الكي، وهنا الكيو ان. هذا الحقل ايش راح يمثل؟ كيو ان زائد واحد. وانا ايش راح يمثل؟ راح يمثل الاس والار، تمام؟ الاسود. او احنا ليش هيك هسه؟ ليش مصعبيها على روحنا؟ خلينا نمشي عدل. هنا الجي، وهنا الكي على مود عدل، وهنا الاس، وهنا الار. باوع، هاي ثابته هسه نعرفها، هاي اللي هي 0 1 0 1 0 1 0 1، صفرين واحدين، صفرين واحدين، أربعة صفارة أربعة واحدات. زين، هذا شلون أطلعه وذني شلون أطلعه؟ أنا إيش أحتاج؟ هذا أطلعه على التروث تيبل، وهذني أطلعه على الإكسايتيشن تيبل. انتبه زين، هسه نجي أروح أخلي قدامي التيبل مال الجي كي فليب فلو، هذا التروث تيبل اخليه قدامي وافتهم انا ايش جاي اسوي. زين، بالجي كي من عندي صفر صفر، من عندي صفر صفر، ايش راح يطلع؟ نو تشينج، يعني هي الحاله القديمه ايش قد اللي هي صفر، هاي تشوفها. طبعا هاي كيو ان، هاي كيو ان زائد واحد، يعني هاي الحاله الحاليه وهاي الحاله التاليه او الحاله القادمه، تمام؟ فبالصفر صفر التروث تيبل شو يقول لي؟ يقول لي نو تشينج، هي صفر بقت صفر. زين، بالصفر واحد، بالصفر واحد، بالصفر واحد شنو ريسيت؟ يعني شنو؟ يعني صفر. بالواحد صفر سيت واحد. زين، بالواحد واحد، بالواحد واحد توغل عكس الحالة السابقة، فإذا هي صفر راح تصير واحد. زين، صفر صفر نفس الحالة القديمة، واحد تظل واحد. زين، صفر
واحد اللي هي ريسيت صفر، واحد صفر اللي هي شنو سيت، واحد واحد اللي هي عكس الحالة القديمة صفر. تمام؟ فهذا طلعت من عنده شنو هو التروث تيبل مالتي. زين، هسه اجي شو اسوي؟ اجي على الاكسايتيشن تيبل، شلون اطلع الاس والار؟ هذا تشوفون الاكسايتيشن تيبل، الاس والار يطلع مني الكيو والكيو نيكست، او الكيو ان وكيو ان زائد واحد. يعني اجي لهنا، هذا اللاين وهذا اللاين هم اللي راح يطلعوني الاس والار. فصفر صفر بالاكسايتيشن تيبل، صفر صفر شنو؟ الاس راح يكون صفر والار راح يكون دونت كير. زين، صفر صفر نفس الشيء، صفر واحد، بالصفر واحد راح يكون واحد صفر. زين، صفر واحد همين واحد صفر. زين، واحد واحد بالواحد واحد اكس صفر. زين، واحد صفر صفر واحد، واحد واحد اكس بصفر، واحد صفر صفر واحد. هسه هذا الاس وهذا الار، اجعل اس وحده، خلينا نغير اللون، واجعل ار وحده. الاس وحده والار وحده. الاس اخذ الوحدات والاكسات، هاي وين، والار كذلك اخذ الاكسات والوحدات. واروح اسوي شنو؟ اروح اسوي كارنوف ماب، كي ماب، اسقطهن. زين، هنا ايش عندي؟ عندي جي وهنا ايش عندي؟ عندي كي وكيو، وهنا هم يعني ايش عندي؟ عندي جي وهنا عندي K وQ. زين، نشتغل على السم اوف برودكت، تذكروها هاي عاد بعد السم اوف برودكت، البرودكت اوف سام. هنا شو وقت طلع واحد؟ طلع واحد من عندي واحد صفر صفر، طلع عندي واحد صفر صفر. طبعا هاي تعرفوها، هنا واحد صفر، هنا صفر صفر، صفر واحد، واحد واحد، واحد صفر. هذا الواحد ايش وقت يجي؟ من الجي واحد اللي هو هذا، ومن الكي هنا واحد، واحد صفر صفر. زين، هذا الواحد الثاني منين جاي؟ جاي من واحد واحد صفر، هذا واحد وهذا واحد صفر، فهنا وهذا الاكس وهذا الاكس الاخر. هسه شو اسوي؟ هسه شو اسوي؟ هذا اخذه ويا هذا، فايش راح يطلع لي؟ ايش راح يطلع لي؟ طبعا هذا الاس، الاس يساوي لي جي اللي هو هذا جي كيو داش، جي كيو داش. زين، هسه اجي على هاي وينها؟ الار، همين عندي اكس باكس بواحد بواحد، اسقطهن راح تصير هنا وهنا وهنا وهنا، اخذ هذني، طبعا الجاي راح تروح لين صفر واحد، وهنا شنو؟ واحد واحد. فهاي جايه من كي كيو، كي كيو. زين، هسه شو راح نرسم؟ لازم نمسح، خلينا نمسح هذا الجزء، ما احتاجه بعد. طلعت معادلاتي، اجي ارسم اس ار، الاس ار الاعتيادي مالتنا، الاس ار الاعتيادي مالتنا هذا وينه؟ هاي هنا اس، هنا ار، هذا اس، هذا ار، وهذا كيو، وهذا كيو داش. تمام؟ انا ايش عندي؟ اريد اطلع جي كي، هذا الجي وهذا الكي، هذا الجي وهذا الكي.
فش ده يقول؟ الجي منين جاي؟ الجي منين جاي؟ هذا الجي منين جاي؟ جاي من اس في شنو؟ في كيو داش. هذا الاس اخذه تمام؟ هذا الجي وهذا يجي لهنا. والكي منين جاي؟ جاي ار اللي هو هذا الار ويا الكيو. فايش ده تشوفون؟ ده تشوف هذا الاس جي في كيو، هذا جي جبت طرف جي وهذا الكيو داش وهذا جاي من كي وكيو، هذا كي وكيو. فهنا ايش صممت؟ طلعت جي كي باستخدام الاس ار تمام؟ فهنا هذا باعه بالملزمه، صممت هنا جي كي باستخدام الاس ار، وبنفس الوقت ده يقول لك طلع لي جي كي باستخدام التي وجي كي باستخدام الدي. طبعا هاي هنا باستخدام التي هيك راح يكون شكله، هاي وينه؟ هذا جي كي وهذا تي، وهنا باستخدام الدي جي كي باستخدام الدي تمام؟ جي كي باستخدام الدي. هذا اخاف يجيكم هو يعني بالامتحان جزء مثلا، شو اقول لك بالامتحان؟ اقول لك طلع لي اس ار باستخدام جي كي، اقول لك طلع لي اس ار باستخدام دي، او اقول لك طلع لي اس ار باستخدام تي، او اقول لك طلع لي دي باستخدام تي، او تي باستخدام دي، وهكذا. فهنا خلصنا من المحاضره الثامنه اللي هي المحاضره الثالثه بالكورس الثاني. هي هنا كانت فيما يخص اللاتش والفليب فلوب. ان شاء الله تكونون فهمتوها، ان شاء الله تكونون واضحه، حلونا الهوم وركات. وبنفس الوقت اي شخص عنده استفسار او سؤال يقدر يتفضل ويسالنا وان شاء الله نجاوبه. تحياتي لكم، وان شاء الله طبعا احنا السكوينشال قلنا راح تنقسم الى لاتش وفليب فلوب، واكو فد شيء يصلحوا له شيفت ريجستر، فالشيفت ريجستر من ضمن السكوينشال راح ناخذه بالفيديو القادم. تحياتي لكم.